من عالم السياسة هلا ننتقل لعالم القانون لنحكي عن السرقة الجنائية أو الجنحوية، الفارق بين السرقة الجنائية والجنحوية نتعرف عليها أكثر ضمن القانون السوري بمساحتنا القانونية لليوم مع الأستاذة المحامية رنا ديب. صباح الخير وأهلا وسهلا فيكي. يسعد صباحكم وصباح الإخوة المشاهدين جميعا. يسعد صباحك يا رنا، اول شيء اشتقنا لك ومبروك التوأم والولاد الجداد. خلينا نحكي ونفوت بموضوع كثير هلا كمان شائع جدا، الناس حابه تعرف شوي عنه قانونيا، قانون الجريمه بالقانون العقوبات السوري، خلينا شوي نعرف عنه اكثر. حنحكي اليوم عن جريمة السرقة اللي هي الحقيقة من أخطر الجرائم في المجتمع. هلا عم نسمع عنها كثير. بالضبط، يعني هلا دائما جريمة السرقة بترتبط كثير بالظروف الاجتماعية، بالظروف الاقتصادية، فتكثر أحيانا وتقل أحيانا. في كثير عوامل بتلعب دور بجريمة السرقة، ومثل ما تفضلتي حضرتك إنه بالفعل يعني جريمة السرقة تحسيها صرنا نسمع فيها أكثر في الأيام يعني الأخيرة. وتحت مسمى السرقة، يعني كل الأفعال تماماً عم تكون تحت مسمى السرقة، يعني نعم. انه بهدف السرقة عم يتم قتل، بهدف السرقة عم يتم تماما الفعل الفلاني تماما. فجريمة السرقة نظرا لخطورتها ونظرا لأهميتها أفرد لها المشرع السوري في قانون العقوبات عدة مواد عالجها بالتفصيل، ابتداء من تعريفها بالشكل القانوني وانتهاء بالعقوبة وبأسباب تخفيف العقوبة وما هي الشروط التي يجب أن تتوفر لتخفيف أو تشديد العقوبة. لنبدأ أولا بتعريف جريمة السرقة، التعريف القانوني. يعني إحنا بالشكل عام بتسألي أي شخص بيقولك السرقة أنه واحد يأخذ مال غيره، تمام، بس في تعريف قانوني دقيق بمصطلحات قانونية. السرقة كما عرفها القانون السوري هي أخذ مال الغير المنقول دون رضاه، وكل كلمة في التعريف لها مفهوم يجب أن نشرح للإخوة المشاهدين حتى ما يصير في عنا التباس بين جريمة السرقة وبين غيرها من الجرائم. نعم. يعني مثلا جريمة إساءة الأمانة هي تشبه جريمة السرقة في أنه في أخذ للمال، ولكن بعلم جريمة تماما هي فرق. هذا الفرق أنه بعلم صاحبه جريمة إساءة الأمانة أنه شخص بيحط عندك مبلغ من المال أمانة، يعني المودع لديه لا يحافظ على الأمانة، يقوم بالتصرف بها. هون نحن أمام جريمة تشبه جريمة السرقة في أنه استولى على مال هو مو ماله، ولكن كان برضا وبعلم الشخص المجني عليه. أما السرقة فهي أخذ المال دون رضا، يعني شخص غافل عن ماله لسبب ما، يأتي الجاني ويسلب هذا المال ويأخذه ويضعه في حيازته، يتصرف به وكأنه هو صاحب الملك. هنا نحن أمام جريمة السرقة بالمفهوم القانوني. طيب خلينا نحكي شو الفرق بين السرقة الجنائية أو السرقة الجنحوية. في أكثر من مفهوم للسرقة، قلتي في التعريف تحت أطر معينة لما نقول سرقة، بس في إلى عدة أنواع. نعم. ضمن القانون. نعم. هون نحن عم نحكي عن أنواع السرقة. بالفعل السرقة ممكن تكون جنائية وممكن تكون جنحوية. بدي أحكي هيك بشكل بسيط عن بالقانون السوري أي جريمة، شو الفرق بين جناية وجنحة. الجناية صحيح. دائما هي أشد خطورة من الجنحة، من الجنحة، وتأتي في المرتبة الثالثة المخالفة. يعني كلياتنا بنعرف إذا في جناية فهي أكثر خطورة، يكون ظروفها والظروف اللي تم فيها هذا الفعل على درجة من الخطورة. مثلا لما بقول أنا سرقة جنائية فبيكون في عنا عدة عوامل مجتمعة مع بعضها لحتى تم فعل السرقة. مثلا السرقة المركبة بنسميها بالقانون السوري لأنه تركب عنا عدة ظروف لحتى تم فعل السرقة. الظروف هي شو؟ ممكن تكون ليلا وبفعل شخصين أو أكثر. لاحظي هون تعدد الفاعل، يعني لما بيكون شخص واحد هو اللي بيقوم بفعل السرقة فبيكون أصعب عليه أنه يقوم بعملية السرقة، لذلك نحن ما بنعتبرها جنائية. مثلا ممكن تكون جنحوية ممكن، أما لما بيكون في عنا عدة أشخاص فهن تكافلوا مع بعض ليقوموا بهذا الفعل الجرمي فسهل عليهم الأمر، فبالتالي صارت الجريمة على درجة أعلى من الخطورة، ولذلك نوصفها بجنائية. طبعا مو بس الليل وتعدد الأشخاص، أيضا مثلا إذا كان أحد الأشخاص مقنع يرتدي قناع فهو يصعب على الشخص المجني عليه التعرف على وجهه. مثلا ممكن يكون حامل للسلاح، وهون بتكون أخطر الجريمة لأنه في سلاح. ممكن الشخص صاحب الملك مثلا أو صاحب المنزل اللي حدا فات على بيته بده يسرقه يجي بده يدافع عن نفسه بسبب فقط وجود السلاح في يد الجاني، هون بخليه يمتنع عن الدفاع عن نفسه وبالتالي تتم عملية السرقة، لذلك هي جنائية. ممكن أنه تكون السرقة جنائية في حال مثلا كانت
المكان النصتوا عليه هو مكان معد لسكن الناس يعني المنازل، فلما بتكون انت عم تهاجمي منزل لحتى يتم فعل السرقة، هي السرقة على درجة أخطر، لأنه فيها سرقة مال وفيها انتهاك لحرمة الآخرين، فبالتالي هي صارت على درجة أخطر من أي سرقة أخرى. إذن هون نحن نكون أمام سرقة جنائية الوصف. جنائية الوصف يعني خطيرة، يعني عقوبتها أشد. وهلأ في نحن نحكي عن عقوبات السرقة بشكل عام. خلينا لكن نحكي عن العقوبات، يعني بعد ما قلنا عن أنواع الجرائم، ومثل ما قلنا أنه الجنائية هي الأشد عقابا بقانون العقوبات السوري، خلينا نحكي عنها، وخاصة أنه هلأ يمكن في أكثر من حالة ممكن نحكي عنها انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي بما حدثت على الواقع، فنقلت الناس يمكن بشكل مغلوط، فخلينا نحكي كمان أكثر عنها. تمام. هلا لما بيجتمع هدول الشروط اللي انا حكيت عنهم قبل شوي، فنحن نكون امام سرقه جنائيه هي من اخطر انواع السرقات، نكون امام عقوبه اشغال شاقه مؤبده او اشغال شاقه من 15 ل 20 سنه. هلا ليش انا قلت انه مؤبده او؟ لانه يفعل القاضي او يحكم القاضي بمؤبده او اشغال مؤقت او اشغال انه من 15 20 حسب كم بند من اللي انا ذكرتهم اجتمعوا مع بعض. يعني ممكن يكون اجتمع الليل مع اكثر من شخص فاعل مع القناع، ممكن يكون اجتمع الليل واكثر من فاعل وقناع وسلاح وتهديد بالعنف. فهون في سلطه تقديريه من ناحيه تقدير انه عدد سنوات الحبس مثلا او السجن عفوا، فهون بتفرق بالنسبه او ممكن تكون مؤبده لما بيكون اجتمعوا كلهم وفعلا الشرط يا يعني الشروط تستوجب رفع العقوبه الى الحد الاعلى اللي هي اشغال شاقه مؤبده. احيانا نكون امام شرط واحد يعني ظرف واحد من هذه الظروف، ممكن تكون سرقه جنائيه ولكن لا تستوجب عقوبه مثلا مؤبد، تكون اشغال شاقه مؤقته. مثلا سرقة على الطريق العام هي من السرقات الجنائية، أيضا عقوبتها أحيانا تصل إلى 15 سنة أو 20 سنة حسب كمان شو الشروط اللي المرافقة لهذه السرقة، ولكن السرقة على الطريق العام أو في القطار في القانون السوري مذكورة بشكل صريح، عندما تكون السرقة ضمن قطار في قطار فهي تكون سرقة جنائية الوصف، لأنه يعني من المتعارف عليه أنه إذا كان في قطار مثلا وسيلة نقل بيكون ضمن شارع مهيئ للسفر أوتوستراد مثلا، فبيكون لا يوجد مأهول بحركة سكانية، فبتكون السرقة صعب ضبط يعني صعب السيطرة عليها من قبل المجني عليه، فهون تكتسب خطورة هذا الفعل الجرمي، وبالتالي هي سرقة جنائية الوصف وعقوبتها أيضا أشغال شاقة. ذكرت زينب نقطة أستاذة أنه عم نسمع بالآونة الأخيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي عمليات سرقة عم تتم بشكل كتير كبير، وأنا بدي أسأل عن العمر لأنه نحن عم نتفاجأ بالأعمار بين 14 و 16 و 18، لأنه أحيانا بيتم اللعب بعمر السارق لتخفيف الحكم عليه. هون لنحكي عن القاصر، يعني لما يكون تحت 18 سنة القانون السوري كيف ضم يعني كيف العقوبة لهدول الشباب، لأنه بالآونة الأخيرة عم يكون أعمار جدا صغيرة عم نتفاجأ فيها. نعم. هلا الحقيقة ذكرتي فكرة كتير مهمة، إنه هدول الأشخاص يمكن يكونوا هن عم يستعملوا صحيح. لا يقوموا بفعل السرقة، في وراءهم أشخاص محرضين مجندين صحيح. فهن هدول المحرضين كمان لهم عقوبة شديدة مثل عقوبة الفاعل، ولكن هذا الشخص اللي هو حدث نحن بنسميه بالقانون السوري اللي هو تحت 18 سنة الأحداث. هذا الشخص هذا الفئة العمرية الحقيقة ما فيها نطبق عليها عقوبة السرقة لأي سبب يعتبروا أحداث ل 18 سنة حتى يتم 18 من عمره. في القانون السوري معرف الحدث هو كل شخص ذكر أو أنثى لم يتم 18 من عمره، فأي شخص تحت هذا السن فهو له يعني طريقة خاصة في التعامل، هو يرسل إلى مركز الأحداث لإعادة تأهيله لإعادة دمجه بالمجتمع. يعني هي عقوبة إصلاحية وليست عقوبة إيلامية، يعني مو مخففة، هي لا تنطوي تحت بند العقوبة جميل. يعني أنا ما بيكون هدفي بهي الفئة العمرية أني عاقب هذا الشخص، بيكون هدفي أصلحه لأنه هو شخص مثل ما تفضلتي مبرر به. طب فترة إصلاحية قد بتكون؟ هلا تختلف الفترة الإصلاحية حسب الجريمة، ممكن تكون سنة ضمن المركز الإصلاحي. طبعا بعد ما يخرج من المركز الإصلاحي أيضا بيكون تحت الرقابة، يعني مو بيطلع من المركز الإصلاحي وخلاص، لأنه ممكن يكون أنه ما يجب قتل ولا تختلف. هلا دائما الحدث وقت نتحدث عن حدث فدائما نحن العقوبه لا تشبه ابدا العقوبه اللي نتحدث فيها عن الاشخاص البالغين حسب حتماً. الجريمه لانه الحدث له خصوصيه حسب الجريمه، طبعا دائما عقوبته اخف، يعني او حتى نحن ما بنسميها عقوبه، بنسميها عقوبه اصلاحيه، الهدف منها اصلاح الحدث، اعاده تاهيله، اعاده دمجه، لكن الاشخاص اللي وراء الفئه العمريه اللي وراء الحدث اللي هن محرضين او ممكن يكونوا شركاء بفعل معين هدول لا ما بينطبق عليهم هذا الحكي اطلاقا.
يعني. نعم، خلينا لكن نحكي عن الحالات اللي ممكن انه يتخفف فيها العقوبة او الحكم، في حالات هيك بتكون؟ طبعا في حالات تخفض فيها عقوبة السرقة ذكرها القانون، عندما يكون المجني عليه هو أحد أصوله أو فروعه أو زوجته أو زوجها، يعني للجاني، يعني من قام بالسرقة سرق أبوه، سرق يعني الفرع الأصل وما على جده جدته أو وما نزل. هون بياخذوا بعين الاعتبار أنه موضوع الأسرة ويعني ترابط الأسروي، فبيحاولوا يخفضوا العقوبة باعتبار أنه الجريمة صايرة ضمن نطاق أسرة واحدة يعني. فلما بيكون المجني عليه أحد الأصول أو الفروع فهون نحن أمام تخفيض العقوبة، يخفض منها الثلثان. وايضا هناك حالات ثانيه لتخفيض العقوبه، انه لما بيكون المال المسروق تافه جدا جدا يعني، وقام الجاني بازاله الضرر، يعني سبب ضرر معين، تراجع باخر لحظه مثلا ازال هذا الضرر او اي شيء، رجع المبلغ، هو بالاساس مبلغ تافه، فنحن نكون امام ايضا تخفيض العقوبه، عقوبه السرقه. معلومات مهمه اليوم كانت معك الاستاذه المحاميه رنا ديب، نتشكرك على وجودك معنا، واكيد ضمن فقراتنا القانونيه بالمستقبل رح نحكي عن كثير تفاصيل بتهم الشارع السوري. شكرا كثير لك. شكرا لكم، واكيد موضوع السرقه بحر، ولكن صحيح. احنا اخذنا المختصر اللي ممكن يفيد الاخوه المشاهدين. شكرا لكم، معلومات مهمه اعطيتينا اياها، خاصه مثل ما قلنا يعني كثير عم نسمع عن السرقات، بنتمنى الكل يكون يعرف الناحيه القانونيه ايضا بهذا الجانب، ان كان يعني من الصغار ومن الكبار، بنتمنى يكون في وعي اكثر بهذا الجانب. أكيد. شكرا لوجودك معنا. شكرا لكم. شكرا لك.